بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم، ودائما أحملكم عبر برنامجكم عبر وقصص في الهدي النبوي، لعل نعتبر أو نتعظ أو يحرك شيئا في داخلنا في زمن كثرت فيه الذنوب وكثرت فيه الغفلة، وهو زمان الغفلة. من هذه القصص المجتهد والمذنب، يعني لما نقول المجتهد هو المجتهد في العبادة في هذا الحديث. طبعا للأسف الشديد شاع في زماننا يعني بعض الناس الذين يجتهدون في العبادة. الاجتهاد في العبادة لا يعني أن تكون العبادة مقبولة، يعني بين قوسين، إنما نحن نجتهد في العبادة ونعبد الله، وأما القبول فهو شيء بيد الله سبحانه وتعالى، ونحن دائما ندعو أن يتقبل الله منا الصيام والقيام وسائر العبادات. أما القبول هو من الله تعالى، لا نستطيع أن نجزم ولا نستطيع أن نزكي أنفسنا عند الله تعالى لنقول بأن هذه العبادة مقبولة أو غير مقبولة. وهذا ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة المجتهد والمذنب. أما طيب، فنعود لقصة المجتهد. عادة الكثير من الناس لما يجتهدون في العبادة يرون في الناس الذين لا يجتهدون في العبادة أو المذنبين يعني ناس من بدع الزمان، وأناس ربما خرقوا كثير من نواميس الكون وحتى الشريعة، وبالتالي هم غير مقبولين، وبالتالي يحدد مصيرهم في الدنيا قبل الآخرة، وكأن تحديد مصير الناس أنه هذا أهلك الناس، أنه هذا في الجنة أو هذا في النار يكون بيد من؟ بيده هو، يعني هو الذي يدخل الناس في الجنة وهو يدخل النار، وكأنه ولي الله في هذه الأرض يعلم ويجتهد. للأسف الشديد الكثير من هؤلاء أو من الذين يتدينون أو الذين يلجؤون إلى التدين أو الاجتهاد في العبادة للأسف يدمغون الناس بمثل هذه الصفات التي ذكرتها. في قصة المجتهد والعابد لها في عبرة جميلة جدا. هذا المجتهد العابد كان في زمن بني إسرائيل، فكان مجتهدا وعابدا، وبينه كان عنده صديق مذنب. هذا رجل مذنب وله كثير ذنوب، ونوعا ما كما نقول بوقتنا الحالي هو بعيد شوية عن ربه، بعيد شوية. إنما القلوب يعلمها الله، يعني الله أعلم يعني كيف ينظر الله إلى القلوب. هذه شيء في يد الله تعالى وفي حكم الله تعالى وفي علم الله تعالى، نحن لا ندخل فيه على الإطلاق. إنما هذا المجتهد كان دائما يعاتب، مجتهد في العبادة يعاتب صديقه المذنب، يقول له أنت كثير الذنوب لا تذنب، يحذره دائما من هذه الذنوب وما تحدث هذه الذنوب وما قد تجره إلى غضب الله تعالى. ولكن هذا المذنب كان دائما يعني يتوارى، وكأنه يترك هذا المجتهد في العبادة، يتركه يتكلم ولا يرد له الكلام، رغم أنه كان يكثر من العتاب هذا المجتهد العابد ويقسو أحيانا عليه، إلا أنه هذا المذنب لا يرد عليه. ذات يوم أصاب ذنبا، فجاء العابد أو المجتهد في العبادة فوجد المذنب قد أصاب ذنبا، فلامه وعاتبه وقرعه، وعلى ما يبدو أثقل في قضية تحذيره، وفي قضية أيضا الحديث في قضية المصير وقضية النار وقضية الغضب الله تعالى، يعني أثقل عليه كثير جدا، لدرجة أنه المذنب امتعظ وغضب وقال له يعني خليني وربي، أنا خليني بيني وبين ربي، أنا أصاب الذنب، هذا بيني وبين الله وليس بيني وبينك، أنت نصحت تكلم كما تريد، إنما هذا الأمر بيني وبين الله، خليني وربي. وهنا منعه من الكلام ورفض أن يزيد عليه أي كلام آخر عن قضية المصير وقضية النار. فغضب أيضا المجتهد في العبادة فقال له إما أن تهلك أو يدخلك الله النار، يعني طوال يحدد مصيره في الدنيا قبل الآخرة. وتوفي المذنب وتوفي أيضا المجتهد في العبادة، فتخاصم عند الله تعالى، فجاء الله تعالى يعني فسأل العبد إنه كيف هذا المجتهد في العبادة، يعني كيف تعلم إنه هذا في النار، وكيف تعلم إنه يعني كيف توزع هذه المصائر، يعني كيف تؤله نفسك، يعني أنت يعني هل تعلم في قضائي وقدري، هل تعلم في حكمتي، هل تعلم في غيبي، يعني هكذا الله تعالى يعني يقول لهذا المجتهد. طبعا المجتهد لا يعلم يعني هذه الأمور، أكيد كل هذه الأمور بيد الله.
أما فتجاوز عن العبد وأدخله عن المذنب وأدخله إلى الجنة، بينما لم يتجاوز عن المجتهد في العبادة وأدخله في النار. ومن هنا نستنتج أن نقول أنه دعوا الناس لرب الناس، ولا توزعوا مصائر الناس بأيديكم، لأن هذه الأمور بيد الله تعالى، ولا نعلم ما هو الشيء الذي يدخل الله به الجنة أو يدخل به النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.